من القاهرة والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. رسالة الرئيس للقطاع الخاص في افتتاح مشروع 100,000 صوبة، ويوجه بتوفير تمويل للشباب المبتكرين بدون فائدة. تنسيق مفتوح بين القاهرة والخرطوم في ملف مياه النيل. المتحدث العسكري ضبط لانش به كمية كبيرة من السجائر المسرطنة. وإليكم تفاصيل النشرة. رسالة الرئيس للقطاع الخاص. فقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح المرحلة الأولى من مشروع 100,000 صوبة زراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية في منطقة الحمام بمطروح، موجها الشكر لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وكل القائمين على تنفيذ المشروع، مشددا في الوقت ذاته على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بتلك الصوب، قائلا أن يتساءل كثيرون هل نحن ننافس القطاع الخاص؟ والإجابة لا، موضحا أن الإجراءات التنفيذية للمشروعات بهذا الحجم تستغرق 4 سنوات في القطاع الخاص، لذلك يتدخل الجيش لإنجازها. لكن الآن بعدما أصبحت الصوب جاهزة يستطيع القطاع الخاص أن يستأجرها من القوات المسلحة لزراعتها وتوفير فرص عمل للمصريين. هذا وافتتح الرئيس عبر الفيديو كونفرنس المرحلة الأولى في موقع قرية الأمل، ووضع حجر الأساس لإنشاء 576 بيتا زراعيا بالعاشر من رمضان، ووضع حجر الأساس لإنشاء 2374 بيتا زراعيا بموقع أبو سلطان. على جانب آخر، أشاد الرئيس بقرار طارق عامر محافظ البنك المركزي تخصيص 1 مليار جنيه للابتكار، مطالبا بإتاحة جزء من هذه الأموال للشباب المبتكرين بدون فائدة، مشددا على أهمية وتشجيع ودعم الشباب المجتهدين والمتميزين وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم، خاصة بالحرف المختلفة التي تراجعت بمصر بشكل أو بآخر وتحتاج إلى إعادة أحيائها. كنت سامع وشفت قرار السيد محافظ البنك المركزي أنه حط 1 مليار جنيه للابتكار. طيب أنا برضو عايز لو لقيت شاب شاطر قوي أتيح له حاجة زي كده يشتغل وياخد تمويل من غير فايدة خالص من البنك المركزي، يشتغل المشروع بتاعه مدام شاطر، مدام ايه؟ مدام مجتهد. طب احنا عايزين نقول للمجتهد احنا شايفينك، ومش بتكلم على الصوب بس، انا بتكلم حتى على كل الحرف المختلفة اللي هي تراجعت في مصر بشكل او باخر، ازاي احنا نقدر نعمل دفع لهم تاني ونشجعهم بان احنا ننشئ لهم الاماكن ونعمل لهم كل حاجه ونقول له تعالى خش يلا يلا بمهارتك وكفاءتك اشتغل وعلم ناس معاك واشتغل وتقدم. يعني فموضوع الابتكار في كل شيء، مش على قد الحرف فقط، مش على قد الزراعه فقط، ولكن على كل العناصر الاخرى اللي احنا محتاجين نعيد احيائها مره تانية في مصر. ومن جانبه أكد لواء مصطفى أمين علي مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أن استخدام الصوب الحديثة وعالية التكنولوجيا في الزراعة يحقق ترشيدا كبيرا في مياه الري بنسبة تصل إلى 90%، كما تؤدي لزيادة الإنتاجية بمعدل 3 أمثال الزراعات المكشوفة. فيما أوضح اللواء حسن عبد الشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين أن اختيار مدينة الحمام جاء لصلاحية التربة والمناخ المناسب وقربها من مصدر مياه وتمركزها بالقرب من التجمعات السكانية بمطروح، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والأساتذة الجامعيين للوصول للشكل الأمثل للهياكل المعدنية للصوب، كما تم الاعتماد على 8 شركات وطنية واستخدام الخامات المحلية لصنع الهياكل المعدنية بأعلى جودة وأقل تكلفة. علاقات مصر والسودان خط أحمر وتنسيق مفتوح في ملف مياه نهر النيل، هذا أبرز ما أسفر عنه الاجتماع الرباعي لوزيري خارجية البلدين ورئيسي جهاز المخابرات العامة المصرية والسودانية، حيث أصدر الجانبان بيانا مشتركا أكد على علاقات الأخوة الأزلية والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبي وادي النيل واحترام الشؤون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومي للبلدين. وشدد الطرفان على العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التي عقدت في أديس أبابا في إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم، والتأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين والتشاور والتنسيق البرناء على كافة المستويات السياسية بهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات الشعبين.
الشفافية في الانتخابات الرئاسية. فقد نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم بشأن قبول الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المصرية لمتابعة التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية. وتضمن القرار أسماء 24 صحيفة قومية وحزبية مستقلة وستة مواقع أخبارية و11 قناة فضائية إضافة للتلفزيون المصري. وكانت الهيئة قد عقدت خلال الفترة الماضية عددا من الاجتماعات بشأن التجهيز للانتخابات الرئاسية، ومن بينها لقاءات مع أعضاء المجلس القومي لذوي الإعاقة وعدد من ممثلي ذوي الإعاقة بالبرلمان لبحث توفير عدد من التسهيلات لهذه الفئة لدعم مشاركتهم بالانتخابات. تأمين الحدود على كافة الاتجاهات استراتيجية. فقد قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار جهود قواتنا البحرية لتأمين وحماية الحدود البحرية، نجحت القوات في ضبط لانشن به كمية كبيرة من السجائر المسرطنة وأجهزة الاتصال، مشيرا في سياق آخر إلى أن عناصر القوات البحرية نجحت في إنقاذ 12 سائحا وطاقم يخت سياحية من الغرق بعد نشوب حريق في اليخت جنوب مدينة الغردقة، مع تقديم المعاونة الطبية والإدارية لهم. نشرتنا انتهت، إلى اللقاء في نشرة أخرى بإذن الله.